yaşam, yaşam, yaşam. قول الحبايب لا يوافونا، قرب يجي تشرين، خلي وحياة العمر ما حقني لولا. نحن نطرنا وهني ما تجو يا شام، يا شام، يا صباح الخير لكل مين عم يتابعنا بهالرحلة الصباحية الجديدة، وكل التوفيق لطلابنا اللي عم يتقدموا للامتحانات النهائية، وأيضا كل التوفيق لطلاب الشهادات اللي بلشوا التحضيرات. أيضا حلقتنا لليوم متنوعة العناوين والضيوف. قبل ما نبدأ بفقراتنا لليوم، كل التحية لأبطال الجيش العربي السوري المنتشر على كافة الجبهات بسوريا، الله يحميكم، وكل الرحمة للشهداء من مدنيين وعسكريين، والشفاء العاجل للجرحى. وأيضا بدنا نترحم على روح الفنانة السورية نجاح حفيظ يلي توفيت يوم أمس أثر أزمة قلبية. الفنانة فاتت بيوت الجميع من المحيط للخليج بدور فطوم حيسبيس. السلام لروحك، وأكيد أنت غادرتينا بالجسد إلا أنك حفرتي بذاكرة وجدان الصغير والكبير فينا كل الطيبة وكل الذكرى الحلوة. سعد صباحك سلمى. يسعد صباحك سالي، أكيد الرحمة لروح الفنانة نجاح حفيظ، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. بدنا نترحم على أيضا كل شهداء سوريا، ونذكر أنه الفنانة نجاح حفيظ هي من مواليد عام 1941، واللي برصيدها الفني عدد كبير من الأعمال الفنية من المسلسلات والأفلام وأعمال إذاعية، فكانت من مؤسسي الدراما السورية إلى جانب عدد كبير من الفنانين. لروح السلام، وأكيد ذكرها ما رح تغيب عنا، وبصمتها بالدراما ما رح تتغير. مشاهدينا، محطتنا لليوم متنوعة بين عمل المؤسسات الخيرية، التغذية، والنصائح عن رهاب الامتحان مع الاختصاصية النفسية. ولكن قبل ما نبدأ بفقراتنا لليوم، خلينا نروح سوا لفاصل صغير ونبدأ. سلمى، من هون وهنيك وبجولة حول العالم، راح نبدأ أخبارنا المنوعة اليوم مع دراسة طبية أكد فيها علماء إسبان أن واحدة من أكثر العادات ضرراً التي يقوم بها بعض الناس هو تناول الطعام أثناء التلفاز. أكيد سالي، هي الدراسة الطبية هي أول أخبارنا اللي رح تكون معنا بالأخبار المنوعة. ولكن قبل ما نبدأ أخبارنا المنوعة، رح نحكي شوي قديش أثر هي الدراسة على العالم، وخصوصا أنه هي توغلت ودرست كيفية الشخص لما بيتناول الطعام، وكيف أنه عمل الدماغ بيتأثر بهذا الشيء. فأنت لما بتكوني عم تتفرجي على التلفاز، بيكون الدماغ عم يشتغل مع المعلومات اللي عم تتلقيها عبر التلفاز، فبالتالي بيروح تأثير الطعام. وهذا الشيء شو بيأثر؟ بيأثر انك بتاكلي نسبة طعام اكثر من النسبة اللي انت ممكن تاكليها باليوم العادي. اكيد سلمى،
والدراسات تشير أنه الجسم أخذ كمية من الطعام وعمل عملية أيض وحرق دهون. ولكن تعرفي سلمى، الأكل أثناء مشاهدة التلفاز بيأثر دائما سلبا على الإنسان، يعني ممكن يزيد من السمنة وممكن يؤدي لشغلات تانية. يعني هي نصيحة لكل السيدات أو الصبايا يلي بيحبوا يحافظوا على وزنهم أنه ما يأكلوا وهن عم يتفرجوا. خبرنا تالي لوين؟ للهند سلمى، حيث أظهر مقطع فيديو نشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا مطاطا يتمتع بقدرات جسدية عالية، كما أن لون جسده خالي من العظام، ويقوم هذا الرجل باستعراضات تجعله يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأحراز نسبة أكثر مرونة في العالم. منتابع الفيديو مع بعض. سالي، من الرجل المطاطي يلي دخل موسوعة جينيس رح روح لعالم التكنولوجيا والابتكار، بيساعد من يعانون اختلال التوازن، حيث ابتكر باحثون بجامعة نيويورك نظام يجمع بين الواقع الافتراضي وسجادة تستشعر الضغط، حيث يرتدي المشاركون نظارات ويتفادون الحواجز التي تظهر لهم في الواقع الافتراضي وهم واقفين على سجادة الضغط ليحافظوا على توازنهم. خلينا نتابع كيف بالفيديو التالي. وهلا سلمى، ختام جولتنا المنوعة لليوم مع لوس أنجلوس ويوم الوليمة المجانية، حيث استمتع آلاف الأشخاص في لوس أنجلوس بيوم الوليمة المجانية، وذلك للحصول على وجبات مجانية مكونة من مواد كانت سترمى في المخلفات. وقال المنظمون إنهم تعاونوا مع مجموعة من المتاجر لتنظيم الحدث واستغلال المواد الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها. خلونا نتابع مع بعض. سالي، أما هلأ رح نروح لمجموعة من الأشياء هي بتصير بحياتنا وبتشكل معلومات كتير أوقات نحن بنجهلها. خلينا نتعرف عليها بفقرتنا هل تعلم.
معلومات كتير ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن بطاقة الصراف الآلي تخرج من الآلة قبل النقود؟ وذلك لأن الناس بمجرد أن يروا النقود ينسون كل شيء أمامهم. هل تعلم أنه إذا قام شخص آخر بإعداد ساندويتش لك فإن طعمه يصبح ألذ مما لو قمت أنت بإعداده؟ هل تعلم أن الأصوات العالية تؤثر على التركيز والبصر بشكل مباشر؟ لذلك نخفض الصوت لا إرادياً في السيارة عندما نضيع الطريق أو نريد التركيز. وأخيراً، هل تعلم أن شرب عبوة واحدة يومياً من المشروبات الغازية يسرع شيخوخة الدماغ؟ يعني دايما سلمى منشوف بفقرة هل تعلم شغلات جديدة يمكن نتعرف عليها لأول مرة، شو أكتر هيك خبر لفت لك نظري؟ لفت لي نظري الخبر الأول اللي هو تبع بطاقة الصراف، أنه هي بتطلع البطاقة أول شيء لأنه الأشخاص بالطبيعة لما بيشوفوا المصاري بينسوا أي شيء تاني، فبتطلع البطاقة قبل المصاري، وهي فعلا وأحيانا يعني بيهبط قلبهم أنه معقول معقول ما في مصاري لك يطلع، خصوصي إذا كان أول الشهر يعني. أول الشهر. تمام سلمى، هلا رح نروح لتقريرنا التالي، حيث أثبتت المرأة السورية قوة وشجاعة عبر التاريخ لا نظير لهما في كافة الميادين، فكانت مضرب المثل واليوم ناداها الوطن فلبت النداء، لذلك وجب علينا التكريم. حيث أقيمت فعالية بنت البلد في دار الأسد للثقافة والفنون لتكريم شهيدات سوريا. زميلتنا نرمين عمار تواجدت بالمكان، خلونا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. تحت رعاية السيد العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع والجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تموز، أقيمت فعالية بنت البلد لتكريم شهيدات الجيش العربي السوري والشهيدات الإعلاميات بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والفنية والأهلية وذوي الشهيدات. رسالة إلى العالم ورسالة إلى العدو الصهيوني، أنكم اليوم تعتقدون أن عندكم جيوش جرارة، ونحن اليوم نثبت لكم أن نساءنا كن قائدات وكن شهيدات وكن طبيبات وكن رائدات، وهذا ما سنربي عليه أبناءنا وبناتنا، كما كانت الخنساء يوما وخولة، وكما كانت الزهراء وعائشة رضوان الله عليهن جميعا. تكريم شهداء شهيدات الإعلام هو كمان دلالة مهمة جدا على أن هذا الإعلام هو دوما كان فرق من فرق الجيش العربي السوري، وكان دوما في الخندق الأول يدافع عن سوريا، وقدم الشهداء وقدم الشهيدات أيضا، وكان سلاحه فقط الكلمة والقلم والكاميرا، ومع ذلك تم استهداف هذا الإعلام وتم استهداف هذا الكادر الإعلامي، واستطاع هذا الإعلام وبكل صدق يعني وشفافية أن يواجه هذه الإمبراطوريات الإعلامية المدججة بالمال والخبرات الفنية، واستطاع أن يرفع كلمة سوريا كلمة الحق صداحا في هذا الفضاء الإعلامي. نحن كجمعية سورية دعم أسر الشهداء تموز فعالياتنا على مدى العام، نحن بنكرم كل الشهداء في سوريا، ولكن اليوم حبينا نخص شهيدات الجيش العربي السوري لنسلط الضوء على هالبنات البطلات اللي يمكن في كتير ناس ما بيعرفوا شو اللي عم يقدموه. الفيلم اللي شفتوه اللي حضرناه اليوم، هدول عم يحكي عن بنات تركوا بيتهم وتركوا حياتهم الخاصة وتركوا كل شيء وحملوا السلاح ليوقفوا كتف بكتف مع المقاتل بالجيش العربي السوري، ليقولوا انه المرأة السورية يعني اخت رجال وهي بنت البلد وهي اللي رح تدافع مثل الشاب عن هالبلد لحتى ننتصر. بعد الإصابة الواحد بيقول انه بيتردد انه يقول ما عاد بده يطلع او كذا، لما في يلاقي ناس عم تهتم فيه ولسه ناس كتير عم تراعي جرح الجيش والشهداء وهيك بيصير عندك دافع شخصي. هالتكريم هذا يعني بحسسنا انه في حدا اسم أسر الشهداء، يعني الشهداء الله كرم بأغلى شيء وأحسن شيء الشهادة، اللي بيروح شهيد لعند رب العالمين خلص كرم أخذ حقه، بس هلا اللي يكرموا أهل الشهداء. كلنا دعم لقدام إنه نضل متابعين مسيرة هاي المسيرة، نحن اجينا مشان هيك والشهادة أم النص. بحب أقول للشهداء كلها يعطوا إنه نحن تضحياتهم ما رح تروح هيك سدى، نحن رح نكمل مسيرتهم اللي كتبوها بدمائهم، رح نكمل تضحياتهم اللي خدموا لنا إياها بدمائهم. هي المرأة السورية كانت وما زالت تثبت جدارة وتميزا عبر العصور، فهي الأم المربية، الأنثى المعطاءة،
واليوم هي شهيدة الواجب والحق، رفيقة السلاح والسند الحقيقي لبواسل الجيش العربي السوري، لذلك استحقت منا كل التقدير والاحترام اليوم وكل يوم. يعني يا سلمى، بعد ما تابعنا هالتقرير بدنا نترحم على جميع الشهداء، شهداء سوريا يلي فيهم أكيد عم نبقى وفيهم عم نستمر، وأكيد بدنا نترحم على شهداء الإعلام، شهداء الحق، شهداء القلم. أكيد سالي، رحمة لأرواح كل شهداء سوريا مثل ما قلتي، وأكيد رحمة لشهداء وشهيدات الإعلام، وأيضا لشهيدة الإخبارية اللي بنفتخر فيها دائما يارا عباس، الرحمة لروحها. وهلأ لوين محطتنا التالية؟ محطتنا التالية سلمى، بكل يوم في حدث جديد بيتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمة ممكن تشكل فاصلة تحول بحياتنا، فشو الأحداث اللي تركت بصمتها مثل هاليوم؟ خلونا نتابع سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1914 أول باخرة تعبر قناة بنما، وفي عام 1920 تأسيس بنك مصر، وفي مثل هذا اليوم من عام 1946 تأسيس شركة طوكيو لهندسة الاتصالات، وتغير اسم الشركة فيما بعد إلى سوني، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز، وفي عام 1952 ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني، وفي عام 1992 الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية أندي فور، وفي عام 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك، وفي عام 2002 تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي، وفي عام 2004 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية، وفي مثل هذا اليوم من عام 2008 ديمتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية خلفا لفلاديمير بوتين، ليعود في عام 2012 وفي مثل هذا اليوم فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لروسيا الاتحادية ليخلف ميدفيديف في المنصب. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1861 تاكور، أديب وفيلسوف هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1913، وفي عام 1939 ألتمان عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1989. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1805 بيتي رئيس وزراء المملكة المتحدة، وفي عام 2007 رياض الهمشري ملحن مصري. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. سلمى، وهلا وصلنا لمحطتنا الاجتماعيه النفسيه اللي راح نوجه مؤشر الحديث فيها عن الرهاب في الامتحانات عند الطلاب، ونسلط الضوء اكثر على كيفيه التعامل مع الطلاب خاصه باوقات الامتحان اللي بيكون فيها الضغط النفسي كثير كبير على الطلاب والاهل كمان. اكيد سالي، القلق من الامتحان شكل من اشكال الاضطراب النفسي يلي بينتاب بعض الطلاب وبيزداد خاصه باوقات التحضير للامتحانات، ممكن انه يتخطى الحد الطبيعي للقلق ويؤدي هذا الشيء لشعور الطالب باعراض فيزيولوجيه مختلفه. لنحكي اكثر عن تفاصيل هاي الأسئلة كلياتها ونتفصل فيها مع الدكتورة هنادي سلاخ الاختصاصية بعلم النفس. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. يسعد صباح صباحك الخير. دكتورة هنادي، بداية خلينا نحكي عن أعراض رهاب الامتحان. في أعراض لرهاب الامتحان؟ صحيح، مثل ما ذكرتي هو نوع من أنواع الاضطرابات النفسية بتصيب الطلبة قبل أو أثناء دخولهم للامتحان. دائما نحن بنقول قليل من القلق لا مانع، هو في منه أنواع قلق إيجابي محفز للطالب
يكون يعطي دافع لتحقيق نتائج ودافعية للدراسة. وعندنا القلق المرضي الفوبيا اللي احنا بنسميه نوع من انواع المخاوف الشديدة اللي بتصيب الطالب، بتكون إلى عدة أسباب وعدة أعراض. مثل ما ذكرتوا في أعراض فيزيولوجية هي بترافق وقت نقول نحن زاد فدخلنا لحد التشخيص المرضي، فبترافق القلق الطبيعي أعراض هي اضطرابات بالجهاز الهضمي، زيادة في التوتر، أرق أو نوم شديد، فالطالب إما أن يصاب بخمول شديد دائماً إحنا بنسميه سلوك هروبي، يهرب من تحمل المسؤولية إلى النوم، أو بيصير هو عنده حالة أرق وما بينام أبداً. أيضاً التعامل مع الأكل ببلش في تعامل هون خاطئ، بيصير في إفراط، يا أما بيصير إفراط كمان بيصير أو بتنقطع الشهية تماماً. الإفراط بالطعام هون بيصير الطالب بلاقي حجة، فهو بيعطي مبرر مهدئ لنفسه أو لأهله أني أنا عم باكل، فكتير هون الطالب بيصير بيلعب بمشاعر أهله، بيصير بيعطي أسباب تبرر لحاله أنه هروبه عن الدراسة. أيضاً من الأسباب فينا نحكي الحساسية الزائدة، بيصير الطالب هون عنده بكاء شديد مجهول السبب، حتى إذا بنسأله شبك ما بيعرف. الحساسية لأي كلمة، خاصة هي منلاحظها عند الطلاب المتفوقين، بصير لك أنا نسيان، دائماً عنده شعور بالنسيان. فهون بيجي دور الأهل كيف هن بيقدروا يتجاوزوا هدول الأعراض عن طريق بعض الأساليب. بالنسبة لأسبابه، في أسباب شخصية، مثل في عنا إحنا هون دائماً لازم نميز بين حالة القلق التي ترافق حدث معين وسمة القلق. في عنا أشخاص هن أشخاص قلقين، يعني أي مبادرة أو شيء جديد يدخل إلى حياتهم هن بيكبروا القصة، هي سمة من سمات الشخصية تختلف عن القلق الذي يكون مربوط بحالة معينة. أيضا في عنا أسباب الأهل تحمل مسؤولية كبيرة، الأهل بتؤدي لضغط، تضغط الطالب أو تحميله مهام أكثر من قدراته، فتوقع الأهل المبالغ فيه بالنسبة لقدرات الطالب هي هون بتكون عامل أساسي من دخول الطالب بهذا القلق أو الرهاب الامتحاني. المدرسة بتحمل مسؤولية كبيرة، المعلم بشكل أساسي، فعنا كتير معلمين إن من أحد أساليبهم التهويل والتخويف للطالب، بنسميه التعزيز السلبي، إنه هو عم بيعزز السلوك ولكن بأساليب سلبية مثل العقاب، التهديد، هون بيترافق الأهل كمان والمعلم فيها بنفس الأساليب. هون لازم وعي من قبل المعلم والأهل بكيفية تخفيف القلق عند الطالب. نعم. طيب دكتورة، حكيتي بالبداية أنه القلق الزائد ممكن يتحول لفوبيا عند بعض الأشخاص، نحن كيف بنقدر نعرف أنه هذا القلق هو طبيعي عند هذا الشخص، أو مثل ما قلتي في صار بقى مؤشرات لازم تدلنا أنه هو دخل بمرحلة القلق المرضي؟ صحيح. وقت يترافق القلق مع دوخة وقياء وغثيان، فصارت في حال أعراض فيزيولوجية واضحة، مثلاً في عنا أشخاص كتير بيقلقوا بترجف إيديهم بشكل طبيعي، ولكن وقت يترافق 4-5 أعراض بشكل مستمر وبنفس الحدث، هون احنا بنقول أكيد صار في عنده حالة قلق مرضي وبيصير مستمرة، يعني هو كل يوم هو دخل بهذا الحالة، إن كان في يعني دخل الامتحان ولا خرج من الامتحان هو وقع بحالة القلق المرضي. تمام دكتورة، خلينا نحكي شوي عن الأهل، دور الأهل، إن دور الأهل هو أساسي بهيدا المرحلة للأولاد للطلاب. قديش أحياناً الأهل بيتبعوا أساليب خاطئة تجاه أولادهم يلي عم يكونوا عم يحضروا يدرسوا، هن بيفكروا إنه هو دافع لهم لينجحوا، بس صحيح. هن بيكونوا عم يأثروا سلباً عليهم، يعني شو مثلاً فينا نحكي عن هذا الموضوع؟ نحن ما حنقول أحياناً ولكن غالباً، والغالبية اليوم اللي أنا عم شوفها الأهالي أول مصدر هو عم بيكون من مصدر تثبيط عزيمة الطالب، إما أن بيكون في تسيب طول أعوام الدراسة، خاصة نحن عم نحكي على مراحل الشهادات الثانوية، هون الثانوية أو الإعدادية، هذا العام بالنسبة للأهل هو تعامل خاطئ عن مسار الحياة كلها، إنه من الأول كان تمام. فلحنا مشان نحكي على القلق الإيجابي ودور الأهل، شلون نحن بنقدر نخدم هالقلق الإيجابي للطالب، هذا اللي احنا بيزور بنبذره منذ الطفولة، منخلي الطالب يحب التعلم وليس حصوله على الدرجة. نحن للأسف دائما نحن منركز على 10 من 10 أو على المعدل، وما منركز على قيمة التعلم والعلم. فهون في تعاون بده يكون بين الأهل والمدرسة
نزرع من الطفل منذ الصغر حب التعلم وليس الحصول على الدرجة. يعني نحن بنحكي على النوعية، نوعية التعلم اللي قدر الطالب يحصلها خلال السنوات الدراسية، وعلى عدد الساعات ولا الدرجات، لأنه الدرجة بتنجاب بالغش، بأي أساليب بيقدر الطالب يجيب الدرجة، ولكن نوع التعلم وشو الثمرة اللي حصدها هو آخر شيء، هو هون الأهم بالنسبة للأهالي توجيهها. نعم يعني دكتورة هنادي أنت أثرتي نقطة هي كتير مهمة. يعني عادة لما بينسأل أي طالب متفوق مثلا أو طالب، شو الفرق بين التفوق وبين الطالب اللي هو حاصل على الدرجة، بيلاقوا أنه الطالب المتفوق هو عنده شغف بالمادة وشغف بحب المادة، لهيك درجاته عالية. خلينا نحكي قديش مهم مثل ما قلتي يتم دمج الطالب بالمدرسة مع المواد، تحبيبه فيها، لحتى لما يوصل للشهادة ما يكون في عنده هاي العقدة أو هلأ بده يدرس. يعني صحيح، هو للأسف لحنا كآباء ما منركز على ميول الطالب، في هون مشكلة لحنا عنا أنه ما منترك مثلا نعمل لهم اختبارات الميول، أنه الطالب شو بيحب لحنا من وجهه. في هون عن يعني كلنا في عنا ثقافات أنه الأب كذا لازم الابن أو البنت يستمروا بهذا أو الشيء، أو بيحطوا نقطة الدكتور، نحن بنعك دكتور طب بلكي ما بيحب الطب. صحيح. وكتير هاي مشكلة بيعاني منها الطالب هون، لأنه نحن ما منركز على قدرات الطالب اختيار مسارات. تمام. أو في عنا كتير النمزجة، أنه أنا كنت أعمل كذا، أنا كنت أدرس على 10 ساعات وقت كنت بعمرك، وهون بيعمل نفور بالنسبة للآباء والأبناء. ما منقارن، حتى مقارنة أخ بأخت أو أخ عدم المقارنة نهائي، لأنه المقارنة بتعمل تمرد وغضب وردات فعل أيام عكسية ما بتكون تعطي نتائج مثل ما الأهل بيطمحوا. يعني دكتورة خلال طبعا خبرتك والحالات اللي بتجيك، ونحن كمان عم نفوت بيوت فيها طلاب، منشوف الأهل شوف أخوك بيدرس أكثر منك، فبصير قصدا أنه ما بقى يدرس، هو بيقولون أي أوكي ماشي ما عاد بدي أدرس. صحيح. الأهل هلنا لهم دور أساسي. كمان الطالب قديش لازم يكون عنده من الراحة النفسية والهدوء النفسي لا يقدر كمان يدرس رغم احيانا ضغط الاهل؟ احنا دائما عم نحط الحق على الاهل. صحيح. بس الطالب كمان اكيد له نصيب من الموضوع. خلينا نحكي شوي قديش لازم يكون في راحه نفسيه او هو يهيئ حاله نفسيا. يعني من وسط معاناتي انا بنتي السنه بكالوريا ان شاء الله، وضع البيت لازم يكون جدا مريح ومهيئ للطالب، والطالب هون بيصيبه حالات مزاجيه. ليه؟ لانه هو حمل مسؤوليه يعني بسنه، هنحكي على الشهادة الثانوية بشكل ذات. نحن بنكون في عنا مثلا اللي بنحكي الدلال بالنسبة للطفل ولا للطالب، بنيجي نحن بالعام الدراسي أو بنهاية العام الدراسي حتى بالسنوات الانتقالية بنركز على هالفترة المعينة، فتحميل الطالب المسؤولية وخلق الدافعية عنده هون هي بتحمله مسؤولية وتوسيع الخيارات بالنسبة له. يعني نخلي لحنا دائما طالب انت بتحمل مسؤولية اهمالك او انت بتحمل مسؤولية عدم التزامك بالدراسة خلال الاعوام السابقة او العام الحالي، فخلق الدافع هو اساسي. لحنا وقت نشوف عند الطالب في دافع اساسي لحنا بنقدر نقول مثل ما حضرتك هلأ حكيتي، نرمي المسؤولية على الطالب ومنجنب شوي الاهل. يعني من حكم خبرتك، واكيد بنتمنى لبنت حضرتك انها سنه تنجح وبعلامات عاليه، قديش يمكن في شغلات استخدمتيها او وسائل استخدمتيها وحسيتي انه جابت نتيجه على ارض الواقع؟ صحيح. التعبير والاستماع للطالب كثير مهم، وتصحيح المفاهيم. يعني بيجي مثلا عندك بيقول لك انا كل شيء مو فهمان، كل شيء عمام، فهون بيرجع لغه الحوار انه شو الكل شيء، بعدين بيطلع بالنهايه فقره. هون عنده المبالغة وعدم القدرة على ضبط انفعالاته. هون كتير الأهل بدهم يكونوا عندهم قدرة على الاستيعاب والاستماع للطالب، وخليه يفرغ ويعبر عن مشاعره بشكل تدريجي، ما يختنق ليصل لليلة الامتحان بلحظة انهيار. وبتمنى التوفيق لكل الطلاب. أكيد في ردات فعل عكسية بيمارسها الطلاب والأهل كمان، يعني بتخلق عند الطالب نفور من المواد، نفور من الدراسة. كيف الأهل، في نصائح معينة فينا نوجه لهم إياها يعني ليقدروا يتخطوا هذا الموضوع ويتم معالجته؟ أول شيء لازم الأهل يعرفوا أنه هن التوجيه أهداف سلوكية تربوية ولا أهداف انتقامية. في كتير عنا من الأهل بيوقعوا بخلط بهالمشاعر الهدف الانتقامي، مثل الأهالي اللي كتير بتتابع أولادها، بتجيب أسئلة أساتذة خصوصي،
تدفع مبالغ على أولادها، بصير هي هون بدها ترجع حقها بأهداف انتقامية بالتهديد والتوبيخ. هون بيختفي وكتير لحنا حالات منشوفها، هون تخلق هي عندها خوف للطالب وعدم رغبة بتحقيق النتيجة اللي هو بيتمناها بدافع الإنجاز. هون كتير الأهل لازم يحددوا مشاعرهم، إذا كانت مشاعر بالفعل هي أهداف تربوية سلوكية ولا أهداف انتقامية. هون هلأ كل أهل بالفعل يسأل حاله ومشاعره وين هو متجه، لأنه بينعكس هذا كتير على تقبل الطالب والابن والابنة لنصائح أهليهم. يعني كتير نصائح اليوم كانت موجودة معنا من حضرتك، ويمكن النصيحة الأبرز والأهم اللي هي أنه يتم التدرج بالتعامل مع الطلاب طبعا. وأنه يولوا أهمية لكل سنة دراسية صحيح. ما يكون بس في سنتين أو ثلاث سنين محددة لحياة الطالب بالمدرسة. بالختام نحب نتشكر كثير على وجودك معنا. شكرا كثير لوجودك معنا، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح أكيد. ولبنت حضرتك شكرا كثير لك ويسعد صباحك. سلمى هلا رح نروح لفقره او لتقرير كان تحيه من الحزب السوري القومي الاجتماعي بمناسبه عيد الشهداء لصانعي المجد والكرامه شهداء الحق. تحيه لشهداء الجيش العربي السوري، وقفه عز من ساحه المرجه ساحه الشهداء لكل الذين قضوا في سبيل ان يظل الوطن شامخا مرفوع الراس. تفاصيل اكثر بتقرير زميلتنا هاله السعدي. هي تحية لصانعي المجد والكرامة شهداء الحق، تحية لشهداء الجيش العربي السوري، تحية لشهداء القوات الرديفة والحلفاء، تحية قدمها الحزب القومي الاجتماعي السوري بمناسبة عيد الشهداء، وذلك في ساحة المرجة بدمشق ساحة الشهداء. نحن طبعا بيمرق ستة أيار هو عيد الشهداء، فحبينا بسبب هالظروف الحالية أنه نوقف وقفة مميزة، لأنه سوريا عم تنتصر وبدم شهداء. طبعا نحن كحزب لنا قوات رديفة عم تقاتل مع الجيش العربي السوري وعم تحطينا دم. نحن ما أنه لنا منية، هذا شأن طبيعي لأننا عم ندفع لحماية الوطن لوحدة المجتمع ولوحدة الدولة السورية. فحبينا نعمل وقفة مميزة بهاليوم بذكرى الشهداء. اليوم هي عبارة عن يوم شهيد، سمرت نضال، سمرت كفاح، اشتهرت فيها الأمة السورية. نحن من يوم ما انتمينا للحزب، أنا أحدهم عام 52، نربي أجيال، الأجيال اللي بنربيها على أساس ليست إثنية وليست طائفية وليست مذهبية بل وطن سوريا. يعني هي مناسبة كل الأمة السورية، مناسبة عيد الشهداء يلي تعلقوا بالمرجة يلي علقون جمال باشا السفاح، وله مقولة شهيرة بهالخصوص: لن أترك مثقفا في هذه الأمة كي لا ينهض لها أمر في الأيام القادمة. وطبعا الحرب على الثقافة السورية مستمرة إلى الآن، وجميع الدول التي تحارب مع الإرهابيين في سوريا أهم استهداف لها هو استهداف الثقافة السورية وتفتيت المجتمع السوري. لكن نحن طالما أن الدماء التي تجري في عروقنا هي ملك الأمة متى طلبتها وجدتها، ونحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي نتبنى هذا القول، فإننا مستعدون لأن نقدم الغالي والرخيص لأجل سوريا، وهذا ليس إلا القليل. الله رب العالمين ينصر الجيش على أعدائنا، أعداء أم العربية وأعداء سوريا، وترجع سوريا بخير. والحمد لله والحمد لله إنه منصورين بإذن الله. الشهداء هو مثل ما كلياتنا نعرف هن رمز هذا الوطن، وهن هن الرأس مالنا اللي بنفتخر فيه قدام أجيالنا القادمة قدام العالم كلياته. هن اللي خلونا اليوم واقفين هون، هن كل شيء بهالدنيا لنا. هم الشهداء الذين أثبتوا قاعدة التاريخ يعيد نفسه ليصنعوا على أرض الملاحم تاريخا جديدا، وليرسموا معالم مستقبل معمدة أرضه بدماء أبنائه الذين لم يبخلوا
من أجل عزة وطنهم وكرامته، مؤمنين بقول أنطوان سعادة: إننا نحب الحياة لأننا نحب الحرية، ونحب الموت متى كان الموت طريقا للحياة. المساعدة وتقديم يد العون وتأمين احتياجات الأسرة السورية أهداف جمعت السواعد لتتكاتف وتتحدى جميع الظروف. أكيد سالي، اليوم مؤسسة سواعدنا لبعض يلي عم تتوسع بنشاطاتها لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تأهيلهم وتقديم جلسات مجانية لهم. لنتعرف أكثر على هالمبادرة بصرنا أنه رحب بنادية رفاعي مديرة مؤسسة سواعدنا لبعض والأخصائية ميسن فهد الحصرية مديرة مركز ملائكة أجنة للاحتياجات الخاصة ورئيس قسم الدعم النفسي في مؤسسة سواعدنا لبعض. رح نبدأ معكم، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم بالبداية، وخلينا نبلش حديثنا مع المدام نادية عن آخر مبادرة قمتوا فيها بالتعاون مع مركز ملائكة الجنة للاحتياجات الخاصة. خلينا نحكي عن هيدا المبادرة. أول شيء صباح الخير، شكرا لاستقبالكم، ما قصر حدا بالإخبارية. كانت هي أول شيء إلى مناسبة اليوم مبارح 6/5 افتتاحها المركز ليوم الشهداء، فكان الحاجات الخاصة كرمال نوضح إنه في عنا ناس إنه عم حابة كمتطوعين كأخصائيين إنه هي تعمل شيء للبلد. ست ميسم، خلينا نحكي مع حضرتك شوي عن المركز وشو بيقدم. تكرم عيونك. بالنسبة لمركز ملائكة الجنة هو مركز فينا نقول علاج تربوي لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن مو بس بيهمنا تأهيل هدول الأطفال، أكيد نحن بزمن لازم هدول الأطفال بتطور هذا المجتمع بالشي اللي عم بيقدم لنا اياه هذا الوطن، بالشي اللي عم بيقدم لنا اياه من مساعدات لهدول الأطفال، لازم يندمجوا مع مجتمع طبيعي. فلازم نمشي نحن تحت قاعدة علاج تربوي، يعني لازم نحن ندمجهم مع أطفال طبيعيين من روضات، من مدارس، من مجتمع، من أمور حياتية. فهي العلاج التربوي يختلف تماما عن التأهيل. أنا ما عم أهل هذا الطفل لحتى يعيش، أنا عم أقدم هذا الطفل لحتى يصير فاعل بالمجتمع، يقدم شيء لهذا المجتمع، يقدر يخدم المجتمع والمجتمع أكيد يخدمه. طبعا. أكيد كتأهيل وتوجيه هو ليس بالمهمة السهلة. يعطيكم ألف عافية على جهودكم. رح ننتقل للمدام نادية، نحكي شوي إذا في شروط معينة للانتساب لكم لأنه يقدروا، كيف يقدروا يتواصلوا معكم؟ هلا شروط للمتطوعين ما في شروط ابدا، كل الاعمار حتى لو تحت سن 18، وبيهمنا هذا السن حتى اكثر، سن الشباب اليافع الجديد طالع. على صفحتنا مؤسسة سواعدنا لبعض بيتواصلوا معنا وبيصير موضوع التطوع. نحن بنعمل لهم بس دورات تاهيل وتدريب ليفوتوا على العمل التطوعي، ما بيصير انه يفوتوا قصه اذا كان في لون عمل مع الاحتياجات. والمركز ملائكة الجنة هو حدا داعم كمان انه يعمل لهم تاهيل لل يعني في دورات بيخضعوا للشباب. طبعا تدريب وتاهيل كتنميه بشريه وموارد بشريه اذا ما احتياجات خاصه مع اخصائيين حتى يقدروا يتعاملوا مع اطفال احتياجات خاصه. مدام ناديه، يعني بالفتره الاخيره خلينا نقول كنتوا ناشطين بكثير مبادرات وفعاليات وتشبيك مع جهات متعدده، هلا مرحله جديده هي خلينا نقول تاهيل الأطفال بسن معينة ودمجهم بالمجتمع، نحكي قديش أخذت فترة تحضير ومين شركائكم بهذا العمل؟ هلأ نحن في عنا تعرفي سلمى أنه نحن صنفنا بالسنة الخامسة بالمبادرة أو صارت مؤسسة 2017 بكل مجرى حياة يعني للأسرة. هي قسم من الاحتياجات الخاصة، هي متفردة المؤسسة الاحتياجات الخاصة. فيفترض انه مثل ما انه يكون في دورات لهدول الاشخاص لحتى هنا يقوموا بهذا العمل. الجديد اللي عملناه انه ملائكة الجنة هي يعني كثير مشكوره انه هي قدمت لها هذا الدعم، المركز غير ماجور حتى لاجتماعات المؤسسه لتدريب. في عنا قسم فني للبروفات، في عنا مشروع ملائكة الجنة بتحكي عنه المدام ميسم بشكل اوسع. من سواعدنا لبعض باسمها نحن بنتشارك مع الكل، هذا كان السمة تبعنا والإخبارية حتى مواكبنا من أول ما بلشنا بصراحة، يعني فيها بتعرف كل السي في تبع المؤسسة. فالتشبيك هو أساسا، ما حدا بيقدر يعمل عمل لحاله. بهذا الاحتياجات الخاصة عنا مشروعين قدمنا للإدارة السياسية وزارة الداخلية بحكم هو العلاقة بالشهداء،
في عنا كذا مع وزارة الثقافة من الأعمال الجديدة بشهر 7 إجنا موافقة وزير الثقافة مشكور قدم دعم مادي كمان بقلعة دمشق شهر 7 فعالية كبيرة 15 يوم احتياجات الخاصة للدمج مثل ما خبرتنا مدام ميسم يفترض أنه يندمجوا مركز ملائكة الجنة مع ذوي الشهداء كسليمين أطفال سليمين حيكون في يوم الافتتاح ويوم الختام معرض ريعوا مناصفة بين الجهتين مع ختام يعني كتير رسمي وكتير له أثر كبير بده يكون معنا فنحن لحتى نوجه التشبيك مع أي جهة بتخص هذا المجال هذا فليكبر عمال لازم تعطي اختصاص كل حدا فهذا اللي احنا عم نعتمده بيوم أسد صعدنا لبعض إن شاء الله يا رب بيكبر وبيكبر وبيتطور أكثر رح ننتقل لمدام ميسم قديش عم نشوف ثمرة هيدا الجهود تترجم على أرض الواقع قدام نشوفها هلا أنا بس كنت حابة يعني نوه على شغلة أو خبركم شيء نحن تقصدنا يكون افتتاح المركز يوم عيد الشهداء قدمنا مشروع مثل ما خبرتكم مدام نادية للداخلية بأنه نحن نقدم 25% حسم على تسجيل الطالب أو القسط الشهري لكل طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا من ذوي الجرحى مو بس أبناء من ذوي جرحى الحرب من ذوي الشهداء بالإضافة لجلسات تنمية فكرية وجلسات نطق أيضا مجانية لذوي الشهداء وذوي جرحى الحرب بالإضافة لدورات صيفية بتكون مجانية تماما للفئتين لذوي جرحى الحرب وذوي الشهداء طبعا هو أبدا مو شيء أنا ما بعتبره أنه أنا قدمت أنا ما بعتبر أنه قدمت أنا ممكن يكون هاي كلمة شكر صغيرة بقدمها مني من كادر مركزي كمان من مؤسسة سواعدنا لبعض بما أني أنا مسؤولة القسم الدعم النفسي فيها يمكن لكل نقطة دم قدموها جرحانا شهدائنا لهم فضل كبير علينا لهم فضل كبير أنه سوريا وصلت لهون أنه نحن وصلنا لهون حتى لهم فضل ممكن نحسه أنا شخصي إلي أنا كملت دراستي بأمان كانت طرقات اللي بروح فيها سواء بأي يعني سنوات خبرتي باليوئين بالجمعية العربية الفلسطينية كانوا يقدموا لي كتير تسهيلات ف يعني يمكن كلمة شكرا كتير صغيرة تكون لألون يعني أكيد. أقل واجب جميعا من قدموا للشهداء أكيد سلمى يعني بفضلهم نحن بقيانين بفضلهم نحن مستمرين أكيد سالي مدام نادية خلينا نحكي شوي عن الدعم النفسي وحدة الدعم النفسي بمؤسسة سواعدنا لبعض وشو بتشمل ولوين يعني أنتم متوجهين بهذا الموضوع بشكل أكبر من خلال دورات سواء كان بمركز الملائكة الرحمة أو بمراكز أخرى هلا مركز ملائكة الجنة هو عبارة عن تأهيل الفريق الكادر هي أول نقطة ثاني نقطة دمج نحن بيجينا حالات كمؤسسة عنا فيها احتياجات خاصة بحكم إنه شغل بهذا الباب واشتغلنا من 3 سنين مع الكابتن طريف قوترش وقتها بفعالية كبيرة ففتح معنا هذا الباب فيفترض يكون في عنا أخصائيين ما بقدر أمشي مع حدا عنده خبرة ممكن بس الأخصائي الأكاديمي مع خبرته مثل مدام ميسم 11 سنة خبرة مع شهادة أكاديمية فأنا توجهت بهذا الباب لناس هي تقدر تدعمني بهذا الموضوع صح مع كادر التدريسي تبعها كمان دعم نفسي في عنا منا بشهر 3 ورد وجرح لجرح الجيش لأنه كمان هدول من الأشخاص اللي بدهم دعم نفسي فكل شريحة نحن بالبلد إن كانت حتى مثل ما كان قبل شوي لقاء على الطلاب على أي حدا يفترض أن نشتغل على الدعم النفسي الصح كتوجه صح ما يكون سلبي يأثر عليهم فكيف هالشي لازم يصير أنا بقول أنا عندي خبرة بمجال معين بس بقدر أنا أكون أخصائية أحكي بالموضوع فالدعم النفسي بتمنى كل حدا ياخده بطريقته الصح يعني خلي اختصاصيين يعني خلي كل حدا باختصاصه ففي قسم هو قسم لحاله اسمه الدعم النفسي للمتطوعين وللمستفيدين كأسر محتاجة كأسر تعبانة فأي شيء يفترض يصير مشاريع مثل المؤسسة دعم نفسي لأسر فقيرة 11 أسرة صارت منتجة وطلع إنتاجه ونحكى فيه وطلع تلفزيون وعملنا لهم معرض هذا اسمه دعم نفسي فقدرت 11 أسرة أنه هي تقوم بحالة هي نساء أنه تقدر اللي زوجها مفقود أو زوجها متوفي أو في فقر حتى نحن بآخر فترة شفنا معارض لألون حتى اللي عم يشتغلوا بالطعام بالشغلات أنا كتير إحنا طبعا الإخبارية دائما بتواكب هيدي الفعاليات شفناهم عم يأنجوا هن المبسوطين يعني هن فرحانين أنه هن صاروا حدا منتج طبعا أكيد بفضل جهودكم كمان بفضل إرادتهم
هذا الدعم النفسي. فهذا اللي حكيته فيه اي شيء بده دعم نفسي حتى لشهيد لجريح لذوي شهداء. قديش الالم صعب يعني جريح مثلا فاقد شيء من او لاسرته لما يلاقي حدا واقف معه لاسره شهيد يتكرموا او ينحكى باسمهم. فيفترض انه نتمنى كل مؤسسه او جمعيه او مبادره او فريق يكون عندها قسم دعم نفسي صح لانه تعرف تشتغل صح على الارض. نعم يعني مدام ميسم خلينا نحكي شوي كمان كيف عم توسعوا هذا مجال الدعم النفسي وشو اهم يمكن الجوانب اللي عم تتوجهوا لها. اكيد هلا خلينا نحكي نحن بالدعم النفسي كهو خلينا نعتبره تقنين. حتى الفرحه لازم نحن نعرف ايمت بتكون مناسبه لهذا الشخص. يعني احنا يوم فعالية ورد وجرح او يوم اللي كنا عم نشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصة كل توجه منهم في له جهة معينة لازم انت تشتغلي عليها. كل حدا منهم يمكن هو يكون فائت شيء ما يكون معلن فانت لازم تعرفي وين هو. الدعم النفسي هو كلمة ولكن جوانبها كتير كبيرة. كتير صعب انك تعرفي جرح الشخص. احيانا بتلاقي كتير اشخاص نحن وقت بنشتغل كعمل مؤسساتي أو لما منروح ومنجي أغلب حالاتنا بتكون هو حدا يعني فعلا طالب مساعدة. مدام نادية مع فريقة مع كادرة أكيد ما بتأثر ولكن مثل ما قالت مدام نادية منتجه نحن أول شيء للدعم النفسي الصحيح. يعني لازم نحن نعرف وين بدنا نحط وليش عطول. لازم يكون في عنا هدف. نحن هدفنا بشكل عام انه نبني لهدول الاشخاص اسس معينه يصيروا هن يرشدوا نفسهم او نعمل لهم مرشد داخلي. المرشد الداخلي هو عن طريقه هن بيصيروا بيعرفوا ايمت هن فيهم يقننوا هاي الاوقات اللي هن بيعتبروها ممكن تكون يعني صعبه عليهم او حلوه عليهم. هلا ممكن هيك اوضح مثال صغير. كنا مع جرحى جيش العربي السوري ب 601 يوم عيد الام. فكان معي مطرب تقصت يكون معي مطرب من الفريق مصطفى طه كرمال نعمل لهم هيك شيء على اساس لعيد الام يعني. فلما وصلنا هو مدة يقول شيء لعيد الام ست الحبايب او هيك. فهي كانت مؤلمه الجريح اللي كان هلا يعني اهله مو موجودين هيك. فغلط انه نحن نعمل لهم شيء بهذا الباب. فكانت كل اغاني وطنيه ودعم لهم نفسي انه انتم حماسيه كثير وعن الشام وعن البلد وعن سوريا. للحقيقه كان معنا طبعا الاداره السياسيه معنا والتلفزيون كان الفضائيه. عمل مقطع صغير الشاب لست الحبايب فكتير انجرحوا جدا يعني. ففورا اختصره بمقطع وفورا بدله بشيء. فمثل ما خبرتنا حتى الدعم النفسي فعلا تعرفي كيف يعني انت تعطي الشيء صح يعني كانه كمان هذا جزء من الدعم النفسي. يعني مثل ما بنعرف مؤسستكم بدت كمبادره وتطورت كمؤسسه. قديش انتم فخورين بكوادركم. يعني حلو كثير انه نسقي زهره صغيره وتفتح وتصير ورده كبيره. تحكي لنا شوي كيف تطورت. يعني انا بالنسبه لي فرحه يعني كثير كبيره. كنا باجتماع امبارح عم نحكي قلت لهم انه كثير فرحانه انه وصل انه يصل لاسماء حدا كبير. يعني لما احط موافقه وزاره الثقافه اخذها بيومين فعلا بالاداره اخذها بالداخليه معناتها قديش السي في للمؤسسه كثير حلو. يعني في شيء كثير عملناه منيح على الارض لحتى قدرنا نوصل لهون. انا كثير عم طلع بسلمى. سلمى هي مواكبتني من اول لقاء على الاخباريه كنت هون. سلمى هي دائما بالميدان العنصر الفعال الاول. هي كثير حدا بتعرف شو المؤسسه كيف صارت ولوين صارت وان شاء الله في كثير مفاجات لبعدين. اعطيت اول مفاجاه بس اللي هي الورشه. في شيء كثير ان شاء الله لقدام نسمع عنه احلى. يعني انت عم تحكي وانت متاسره هذا الشيء. طبعا انتم عملكم انساني وهذا كلنا وكل شيء عم يشوفنا هلا على شاشه الاخباريه السوريه اكيد حيحس فيكم بعملكم بجهودكم. يعني انت حكيتي على كيف تطورت هيدي المبادره وصارت مؤسسه. خلينا نحكي شوي عن المشاريع الثانيه. هلا المشاريع انه في عندي قسم ثقافي مختص في الأستاذ ماهر محمد الشاعر ماهر محمد. حيكون معي بالفعالية تحت أسماء في شعراء هيك صاعدين وعم ندرب شعراء. قسم الفني الاختصاص المخرج السينمائي عفوا المسرحي أحمد جميل مندرج تحته فرقة نينوى فرقة مرتيروشكا للرقص الشاب صغير كرمل سليمان. هدول كلهم حيكونوا بالمشروع تبع الورشة الموجودة معنا. طبعا ما عدا القسم الدعم النفسي اللي حيكون هتعمل مدام ميسم دورة للكادر الطلاب حيكونوا معنا المعهد. هنا حيكونوا بالورشة. ورشة حتكون خزف نحت رسم وتلوين
خط عربي مع الاستاذ طارق السواح، مشكور كثير على المبادره معه واللي وقف معنا بهي الموافقه والتسهيلات كلها رئيس المعهد. فهدول الاقسام اللي هي بالمؤسسه هي اللي حتكون موجوده بالورشه الموجوده معنا. حنفتح شوي مجال تشبيك، انا مثل ما قلت بحب التشبيك، انا بقدر اقوم بالعمل كله بحكم اقسامي كامله. حتنسق مع انجاز لنعمل مسرح طفل، ممكن فرقه نبض تعملنا عرض، يعني حشوف البرنامج نظبطه نجمل اكبر عدد ممكن من الجمهور ومن الفرق والمؤسسات والجمعيات معنا. نعم، يعني مدام ناديه، بنذكر باحد اللقاءات كان معك شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن هو قدر يتخطى كثير من الصعوبات اللي فرض عليها الحياه، وقدر انه هو يمثل شريحة كبيرة من الشباب زملائه. وفعلا يعني لو ما بعض التفاصيل الصغيرة، أي شخص ما بيعرف أنه هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة. جاد إبراهيم طبعا بنوجه له تحية. قد صار في عدد من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة هنن هيك فاعلين وقادرين وقدرتوا فعلا تأهلون ليمثلوا نفسهم؟ هلأ بقول لك الجديد بحكم فتنا بمجال مع جرح الجيش العربي السوري بالسيدة زينب، في فريق شاب اسمه عمران محمد، مع ان شاء الله نصي معنا. فعلا يعني نفس ان هن بيقولوا لي انا بدي اطلع، نحن نطلع المهم عشان نصفي وكراسي وهيك، يطلعوا يفوتوا كرمال انه هن بيقول لك نحن الجريح بحس بالجريح، والدعم الصح انه تجيبي جريح لعند جريح. قد ما كانوا هن موجودين على نحن سليمين ما بيحس، بيقول لك حس فيني اكثر. انا اشتغلت فتره استلمت اداره جمعيه صامدون رغم الجراح لما قررت تفتح، بلشت تفتح مشروع بالشام هي حمص، فكان في تواصل اقوى بيناتنا مع الجرحى. ففعلا انه الكلمه بتنقال، الجريح يفترض يدعم جريح، ولما تدعم الجريح اول فهو بيقدر تدعم الشخصين بطريقه غير مباشره بدون ما يحسوا بألمهم. تمام، رح ننتقل لك مدام ميسم، بدنا شو كلمه اخيره منك نوجهها وشو مشاريعكم المستقبليه؟ هلا انا كنت بس بدي اخبر شغله صغيره، انه نحن بالامل فينا نبني كثير شيء حلو لهذا البلد. أكيد. لهذا الوطن. انا حدا كفيت من السنه الثالثه دراستي وانا فاقده البصر، كنت على السيديات عم بسمع محاضراتي لحتى يجي اول السنه واقدم فحصي. كان كثير يلومني، ما بتعرفي شو بصير معك من هون لأول السنة. كنت قلهم بدي شوف، أنا رح شوف، لأنه أنا عندي هدف لهذا الوطن، أنا عندي أطفال تركتهم بدي أرجع أهلهم ليفوتوا المجتمع ليندمجوا مع هدول الناس. كان هدفي الكبير أني أرجع لأطفالي اللي تركتهم، أطفالي اللي تركتهم هن حالاتي العلاجية، وأنا وعدتهم أني أرجع لهم. فعلاً ما أجا وقت السنة الرابعة. أكيد إلا كنت من حي إرادتك، هي من حي إرادتك وتصميمك. تحكي لنا عن المشاريع المستقبلية. إن شاء الله نحن هلأ محضرين لنادي صيفي. نادي الصيفي رح يكون للأطفال الأسوياء وللأطفال اللي صاروا بحاجة لدمج، يعني هن أبداً ما بقيوا ذوي احتياجات خاصة، من أطفال توحد، صعوبات تعلم، داون، بيروسيفيك. طبعاً وكمان أكيد عم نحضر لورشة عمل رح تكون لمدة أسبوع لكافة شرائح المجتمع، مجانية، نعرفهم فيها عن التوحد، عن صعوبات التعلم، عن أساليب العلاج التربوي. بالإضافة لشي حلو أنا بعتبر أني رح أقدمه، رح نقدم بهي الحالة أو بهي الورشة شهادات حضور. يعني مدام ميسم، يمكن الشخص ممكن يفقد بصيرته، لكن البصيرة اللي جواته هي أكبر، ووجودك اليوم أكبر دليل. بدنا نتشكر وجودك معنا، وتشكر مدام نادية. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم دائما خطوات للأمام وتساعدوا أكثر ويتضل سواعدنا مع بعض. أكيد شكرا لكم ويسعد صباحكم. وهلأ رح ننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار يلي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك سالي، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا
أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية في السويداء بأن التنظيمات الإرهابية فجرت صباح اليوم 5 عبوات ناسفة لاسلكية بباص لنقل الركاب على طريق دمشق السويداء بمنطقة يقوع حدر، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الركاب. رحبت وزارة الخارجية الروسية بالاستنتاجات التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية خلال اعتدائها على قرية معرات أم حوش بريف حلب الشمالي العام الماضي. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن التقرير الذي أصدرته بعثة منظمة حظر الأسلحة مؤخرا أكد استخدام التنظيمات الإرهابية غاز الخردل خلال هجومها على أحد المواقع في قرية معرات أم حوش بريف حلب الشمالي، وذلك بتاريخ 16 من شهر أيلول الماضي. أصيب 9 فلسطينيين أحدهم برصاصة مطاطية من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على متضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يوما. إلى ذلك نفت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إجراء مفاوضات رسمية بين الأسرى المضربين وما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية. وأضافت اللجنة أن الوضع الصحي للأسرى المضربين يزداد خطورة، ما يتطلب من سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالبهم المشروعة. إلى اليمن، حيث استشهد يمنيان 2 وأصيب 3 آخرون في غارة لطيران عدوان النظام السعودي استهدفت سيارة نقل بمديرية موزع في محافظة تعز. وشن طيران العدوان أكثر من 25 غارة على مديرية موزع، فيما وصلت قوات الجيش واللجان الشعبية دك تحصينات ومواقع قوات النظام السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع، واستهدف موقع العش في نجران محققا إصابات مباشرة. في خبرنا الأخير، في فرنسا تتواصل منذ الصباح عمليات الاقتراع في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات الرئاسة، وسط توقعات بإحجام الكثير من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم نظرا لرفضهم سياسات المرشحين إيمانويل ماكرون ومنافسته زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك سالي. شكرا لك زميلتنا علا ابو خضر، واكيد مكفيين بباقي فقراتنا الصباحيه. وهلا لوين سلمى؟ هلا رح نروح لفقره التغذيه سالي، وشويه نصائح لمرضى السكري. فيعتبر الداء السكري هو من الامراض المنتشره بشكل كبير بين البشر، وعلميا يتصف داء السكري باضطراب الاستقلاب وارتفاع شاذ في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز هرمون الانسولين او انخفاض حساسيه الانسجه للانسولين، وكلا الامرين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. أكيد سلمى، إلا أنه مريض السكري يمكن أن يتخذ خطوات معينة للسيطرة على المرض وخفض خطر حدوث المضاعفات. تتلخص تلك الخطوات في خفض الوزن وكثرة الحركة وطبعا الأدوية أو الأنسولين حسب الحالة أو نوع السكري. اليوم رح نتحدث عن الغذاء المناسب لمرضى السكري والحميات الواجب عليه اتباعها لتكون مساعدة للدواء ومكملة له بضبط سكر الدم، مع أخصائية التغذية الدكتورة إيفانا خضر. يسعد صباحك دكتورة. صباحكم يا هلا. يسعد صباحك دكتورة. صباحك. خلينا بالبداية نحكي عن السكري أنواعه ونفصل شوي يعني الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني. هلا بشكل عام دائما الجسم بيحاول انه يحافظ على مستوى سكر الدم يكون ثابت، وهذا الشيء كثير مهم بالنسبه للخلايا الدماغيه وللجهاز العصبي انه يكون مستوى سكر الدم يكون ثابت. طيب هو طبعا المستوى الطبيعي بيكون بين ال 60 ل 100 ملي جرام بالديلي، هذا الطبيعي عند كل البشر. طيب شلون السكر بصير بالجسم؟ شلون بيتكون؟ شو آليته بالجسم؟ هون نحن أساسه هو لما نتناول الطعام، فنحن لما بنتناكل بيتحول الطعام لجلوكوز، هذا الجلوكوز بيروح على الدم، بترتفع مستوى السكر بالدم، ببلش إفراز الأنسولين وبيرتفع الأنسولين بالجسم، هون وقتها بيخلي الجسم إنه السكر
السكر اللي صار عنا يدخل على الخلايا يعطينا الطاقة نستفيد منه، وبصير وقتها عنا هون الوقود اللي هو دائما الجلوكوز وقود الجسم والدماغ. طبعا الزايد منه نحن أخذنا حاجتنا، الزايد منه بيروح على الكبد بيتخزن لاحقا يستخدم بالمستقبل. تمام، نحن حكينا عن السكر كيف بيتكون بشكل أساسي، النقص أو الزيادة، نحكي أول شيء عن نقص السكر بالجسم، كيف بيصير فيه نقص سكر وكيف بيتم طريقة علاجه؟ تمام، نقص السكر هو عبارة نحن إذا تأخرنا أنه تأكلنا الفطور أو أكلنا وجبة طعام بيصير عنا نقص بالأنسولين، بيروح بيتولد له نقص بالسكر، المستويات السكر بالدم، فالجسم هون بيلاقي في عنا مشكلة في نقص سكر، بيروح على الجلوكاجين اللي هو السكر اللي تخزن بالكبد، بيصير بيستهلكه بيحطمه عن طريق هرمون الجلوكا، بيصير عنا مشكلة هون، صار في عنا خلل نقص السكر لأنه أخذنا شيء نحن تاركينه لأشياء تانية. منلاقي أنه من أهم أعراضه لنقص السكر عشان نميز اللي هو التعرق، الصداع، الجوع الكتير كبير، التعب وهن كتير مو طبيعي اللي بيصير الواحد بيرتخي، عصبية زايدة أحيانا، هاي طبعا إذا بينزل السكر عن 60، أما إذا وصل للأربعين ممكن تفوت بكوما ونفوت هي هي في نسب معينة. تمام، 60 لأنه الطبيعي إنه بين 60 و100، فإذا صار عندنا 60 ونزل بشوي بصير معنا الأعراض نعرف إنه صار عندنا نقص سكري، أما إذا وصل للأربعين ميلي جرام بصير عندنا كوما وبصير عندنا غيبوبة وبصير بقى بدنا حماض ومشفى وقصص تانية. هلا هاي بالنسبة للأعراض، بالنسبة لعلاجه كتير مهم، هو في مجموعة مبادئ أساسية لازم نمشي عليها. الأشخاص اللي عندهم نقص سكر أو بتنزل السكر بصير عندهم هبوط سكري، لازم دايماً عم يأكلوا وجبات خفيفة متعددة، تقريباً بين 5-6 وجبات، وجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية، يعني كل شوي يأكلوا، أبداً ما لازم يتناولوا وجبة كبيرة. فرد مرة بيقعدوا مثلاً والله ضخت أنا أو صار عندي هالأعراض بيقعدوا على وجبة كبيرة كاملة، هذا كتير خاطئ، لأنه أوكي حيرتفع عنا السكري فجأة، سكر الدم حيرتفع عنا الأنسولين إفرازه فجأة، حيصير الجسم عنده تشوك صدمة، بصير عنا شيء اسمه نوبة نقص السكر، ما لح يرتفع، لح نفوت بشيء تاني هذا ممكن يؤدي لمشفى. فمشان هيك لازم نحن نتناول وجبات متعددة وخفيفة كميات، لازم نبتعد كتير أو نخفف كمية الكربوهيدرات إذا كنا ما ناكل الوجبات المتعددة. تماما النشويات، لانه هي شو بتعمل نفس مبدا نقص السكر عندنا، مثل مثلا الحلويات نبتعد عنها، المشروبات الغازيه نبتعد عنها، حتى عصير الفواكه للشخص اللي عنده هبوط سكري لازم ما يشربه، كثير يبتعدوا عن الكافيين او يخففوا لانه بيعمل نفس اعراض نقص السكر، بصير واحد ما عاد يميز بقى معه نقص سكر ولا زياده كافيين للاشخاص اللي معهم هبوط سكري. بالنسبه للكحول يفضل انه ما يشربوا، ليش؟ لانه بيعارض او بيضعف من عمل الكبد، ومن الكبد اصلا اساسه انه ينظم السكري، بصير عندنا مشاكل ثانيه اذا ولا بدهم يشربوا مو على معدة خاوية. طبعا دكتورة، يعني أكثر شيء بيتداوله الناس اللي هو الوجبات، مثل ما قلتي إنه الواحد يتعدد الوجبات، مفهوم الوجبة الخفيفة هذا لازم كتير نحكي عنه، لأنه في ناس مثل ما قلتي بتقعد على وجبة كبيرة، إنه أنا مريض سكري قايل لي الدكتور أكل 5 وجبات، فشو يعني وجبة خفيفة؟ يعني هلا مثلا شخص يأكل تفاحة هي تعتبر وجبة خفيفة؟ خلينا نعرفها لو سمحتي، وكيف خلال اليوم لكل يلي عم بيتابعنا. تمام، هلا بالنسبة للوجبة الخفيفة للأشخاص اللي معهم سكر هي يفضل أن تكون من مصادر النشويات أو الكربوهيدرات، اللي هي قطعة فواكه هاي هي، أو ممكن شوية بوشار قليل الزيت، أما شيء تاني لا. نحن دائما كتير بدنا ندعم أنه نعدد مصادر الكربوهيدرات والنشويات عشان ما يقعدوا فرد قاعدة مني ياكل صندوشة صغيرة. طب أوكي ممكن كمان شو صندوشة صغيرة؟ لا هاي صندوشة ممكن نحن نعملها على الفطور، تمام، أنه تكون حصة كربوهيدرات مع نوع من اللبن أو الجبنة أو حصة أو مثلا كاسة حليب أو شيء أو حتى بيضة. اما بالنسبه للوجبه الخفيفه دائما لازم تكون قطعه فواكه عشان نسد كمصدر كربوهيدرات او نشويات هن بحاجه لهم. دكتوره حكينا عن نقص السكر، خلينا نحكي عن زياده السكر كمان، كيف بيصير في زياده السكر بالجسم وكيف يتم علاجه؟ اللي هو فينا نقول هو السكري، اكثريه الاشخاص معهم يا هبوط السكري عددهم قليل عندهم، يا اكثر اشخاص بيصابوا بالارتفاع.
أهم أعراضه اللي هي نشفان، عطش دائم، تكرار بالتبول، نقص وزيادة وزن بعد نقص وزن. هلأ نحن بهالحالة شلون ممكن نعمله مخبريا؟ مخبريا ممكن نحن نلاقي أنه إذا حللنا طبيعي مثل أكيد أنه هو بالنسبة للسكر طبعا النوع الثاني اللي هو الارتفاع، دائما إذا حللنا لازم يكون بعد 12 ساعة صيام بده يكون النتيجة 100 ميلي جرام. أما إذا كان بعد ساعتين الصيام يعني آكل وصايم ساعتين وبيروح بيحلل لازم يكون 140 ميلي جرام عدلي. هلأ شلون بنقول هذا معه سكري؟ إذا صايم 12 ساعة وعمل تحليل وطلع معه 126 السكري عنده بالدم هذا معه سكري. إذا كان صايم ساعتين وطلع معنا 200 ميلي جرام عدلي فهذا معه سكر، ارتفاع سكر طبعا. طيب أوكي نحن شلون ممكن نعالجه بالغذاء؟ لأنه طبيا فهذا بيتدخل طبيب الغدد والسكري، أما أنا كاختصاص تغذية ممكن أنا أقول لهم أول شيء لازم يغير نمط حياته، نمط نشاطه الغذائي، نشاطه الفيزيائي، نمط الغذائي تبعه كله بده يتغير. لازم إذا كان صحته منيحة ينزل بنسبة 5-10% لأنه هو أساسه أنه السكر ويصاب يكون عندهم بدانة. كمان مثلا انه كثير مهم نقص الوزن، يلعبوا رياضه، يغيروا مثل ما قلنا النظام الغذائي تبعهم. الغذاء تبعهم ممكن نحن يبلشوا بسعرات حراريه هي عباره عن 2000 سعره حراريه باليوم للاشخاص اللي معهم سكري. طيب شو هي ال 2000 سعره حراريه؟ شلون بتتلخص؟ بتتلخص فطور غدا عشاء وجبتين خفيفات، 5 وجبات يعني. طيب شو هن الفطور لازم يفطروا؟ منبلش بالحصص الكربوهيدرات، نشويه تكون بين 3 و4، 2-3 نشوية اللي خبز، ممكن قطعة فواكه وحليب، هاي على الفطور خلصنا منه. السناك أو الوجبة الخفيفة تكون كربوهيدرات أو حصة نشوية اللي قطعة فواكه. الغداء كمان يكون بين 3-4 كربوهيدرات، حصص كربوهيدرات 3 نشويات، وطبعا قطعة فواكه، ياكلوا خضار، حصة خضار، حصة دسم، و3 حصص لحمة. طبعا 3 حصص بتكون مثلا 3 قطع لحمة ممكن. هاي الحصة تكون مثلا. كمان عندنا الوجبة الثانية الخفيفة هي اللي بتكون قطعة الفواكه. الوجبة الأخيرة اللي هي 4 حصص نشويات، حصتين لحم، حصة دسم، حصة خضار. هيك بيكون هن بقى ب2000 حريرة حينزل وزنهم. لما بننزل الوزن معناتها هذا أدى إلى تنزيل مستوى سكر الدم، أدى لتنزيل الشحوم، أدى لتنزيل حتى الضغط، وهون وقتنا نحن بصير بالسيفتي سايد. طيب دكتورة خلينا ناخذ منك نصيحة أخيرة، وخصوصا بيجينا أسئلة أوقات أنه في بعض الأشخاص غير قادرين على أنه هن ينضبطوا بالنظام الغذائي أو ما هنن قدرانين لأسباب صحية أخرى أنه يعملوا نظام رياضة لحتى ينحفوا وعندهم سكري، شو الحل أو شو النصيحة اللي بتوجهي لهم إياها بالغذاء بالذات لحتى يقدروا يحافظوا شوي على نفسهم؟ كتير مهم أنه هن يفطروا وما يتركوا حالهم لفترة طويلة للأشخاص اللي معهم سكري أنه بدون أكل، لأنه رح يصير عنا يا هبوط يا ارتفاع، في عنا مشاكل بإفراز الأنسولين، هرمونات كلها حتى تخربات الاستقلاب، وهن الأشخاص مريضين، فهن لازم كتير يهتموا أنه كل شوي يأكلوا. ما فيهم يلعبوا رياضة، ممكن ولو نص ساعة باليوم مشي، أعمال منزلية إذا كانت ست بيت مصاب السكري. بالنسبة بس بدي أحكي على الأطفال، كتير بدهم ينتبهوا أنه الأشخاص الأهل اللي يكون عندهم سكري أنه ما يصاب ابنهم بالبدانة أو يكون عنده صحة، لأنه يعني ممكن لقدام يصاب سكري. بالسكري يبعدون عن الشيبسات والبيبسيات وهذا الأكل اللي كتير والدسم، حتى اللي معهم أشخاص سكري يخففوا بالنسبة للدسم. كربوهيدرات يتناولوها بشكل متعدد خلال النهار، يكتروا شرب مي، الفواكه كتير مهم يتناولوها بس مو أكتر من قطعتين لأنه كمان السكر تبعه الزايد ممكن يأذيهم. دائما يحافظوا ان يكون عندنا 5 وجبات اساسيه باليوم، وهيك بشكل عام دائما طبعا يكون في تذكرت انه لازم كثير يراجعوا دكتور الاخصائي الغدد والسكري، ويكون ارتباط مع اخصائي التغذيه، مو لحالهم يعملوا اي نظام غذائي لانه هن مريضين سكري، ففي كثير معلومات يمكن ما يعرفوا، تمام، توجيهات ما يعرفوها. شكرا كثير لحضورك معنا دكتوره، وبنتشكر المعلومات اللي قدمتيها، ويسعد صباحك. وصباحكم، يعطيكم الف عافيه. هلا شكرا دكتوره ايفانا. اما هلا مشاهدينا فحلقتنا لليوم وصلت لنهايه، اكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الساعه 9 صباحا. لكل يلي بحب يبقى على اطلاع باخر الاحداث والمستجدات ابقوا برفقه شاشه الاخباريه السوريه عبر تغطياتها المستمره على مدار اليوم. تبقوا بالف خير، وباي باي، نهارك سعيد.
نهارك سعيد سلمى، واكيد ختامنا رح يبقى يحمل الامل بوجودكم وصمودكم ابطالنا في الجيش العربي السوري، واكيد لكل يلي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا بانكم تبقوا بالف خير، وباي باي. باي باي.